وبعد ما وصلنا خبر انه في احد الاطباء او اكثر من طبيب واكثر من صيدليه عم بيتاجروا بدواء معين يقال انه هو عم بيعمل فعاليه كثير منيحه لعلاج كورونا. في دراسه انعملت باستراليا ودراسه انعملت بامريكا حول هذا الدواء انه كمان منه بس للعلاج، انه ممكن يكون بريفونسيون، يعني استباقي، او يعني اذا بناخده قبل ما ننصاب بالكورونا ما بقى ننصاب، علما انه هيدا الدواء هو دواء يعالج الجرب ويعالج الديدان بجسم الانسان وحتى بجسم الحيوان. اكتشفنا انه علبه هيدا الدواء ببلد المنشا ان كان باستراليا دولار استرالي، ان كان بمصر 15 جنيه يعني ما يعادل دولار او اقل شوي. ولكن هذا الطبيب تحديدا عرض الحبه من هذا الدواء ب 150 الف ليره. ونحن اذا بدنا ناخذ 150 ألف ليرة على موضوع الصيدلي، يعني لما نروح على الصيدلية عم بيحسبونا على 1005، يعني بما قيمته 100 دولار الحبة. لما اتصلت في بتول للطبيب لا بيعرفها ولا بتعرفه، قالت له بدها الدواء لستة، ما سألها ستة من شو بتعاني، إذا كان عندها مشاكل بالكلى مشاكل بالكبد، هيدا الدواء له عوارض عليها. كل شيء اللي قال لها إيه، بتلاقيني رح أبعت لك ناطور البناية عندي على مكان معين بمنطقة معينة، حق الحبة 150 ألف 120 ألف 150 ألف، بدك بالأول أربع حبوب بعدين ترجعوا بتاخدوا حبتين، يعني بيطلع المشروع كله بتقريبا مليون ليرة بوقت إنه العلبة كلها حق دولار. خلينا نشوف هذا التقرير وبعدين بدنا نشوف هل فعلا هذا الدواء هو فعال بهذا الشكل اللي نحكى عنه، وكيف صارت هذه القضية. وهذا اللي بعز بالقلب انه اليوم عم نشوف اكثر من طبيب، منهم اصدقاء وغير اصدقاء، مشلوحين بالعنايه الفيئه بين الحياه والموت على اجهزه التنفس الصناعي، لانه كانوا عم بيقوموا برسالتهم حتى اخر لحظه لانقاذ المرضى وانقاذ الناس، بوقت ناس تانيين عم تستغل هيدا الظرف والتاجر بهيدا الموضوع لمكسب مادي للاسف. خلينا نشوف. بدل إيفرميكتين هيدا بشيل الكوفيد بيومين، بعدنا الحكيم يعطيني منه بجديدة. شوفي كيف استلمتهم، تفرجي هيدا الشغيل ناطور مدري شو، ما بعرف مع مين بعتين لياهم. شوفي البهدل مثل عم ياخد حشيشة. كل حبة إيفرميكتين أخد 100 ألف، ما في منه مقطوع. من بعد ما وصل هالتسجيل الصوتي لبرنامج توني خليفي عن قيام أحد الأطباء بوصف دواء إيفرميكتين لمرضى الكورونا وبيعه كسوق سوداء على الطريق من خلال ناطور المبنى عنده، تابعنا الموضوع وتواصلنا مع الطبيب. حضرتك كونك أنا أخصائي رواية، فأنا تيتا عندها كورونا، عم يلعب عندها الأكسجين. هي وين، بالبيت؟ هي بالبيت. بس عم فين عندها كورونا؟ من يومين. هل في دواء لأن يريحها؟ ايه في دواء يتاخده، دواء اسمه ايفرميكتين، بدينه بأمريكا وين ما كان، ايفرميكتين بدأ تاخد حبة ونص اليوم حبة ونص التاني. هو وين بلاقي منه هيدا الدواء؟ هذا بدي اطلب لك ايه وبيجيبوا لنا ايه على جديدة، بدكم تيجوا على جديدة تخدوهم. شو هلا يعني انتم بتمشوا هني بيجوا بيشتغلوا على القد. وهني اشخاص من قبلك؟ ايه بيعطوهم لهونيك. اوكي. ببعث لك شير لوكيشن لهونيك وبيجي عندي النطوة طبعا بيعطيك اياهم. هيدا الدواء شو شغلته دكتور؟ شو بيعمل؟ هيدا انتي فيرال، انتي فيرال بيقتلوا للفيروس، بيتطور. ايه هيدا ايه جديد. وهو ما موجود منه يعني بالفارماسي؟ لا مش موجود بعد. في شركة بتجيبه بتوصلنا اياه، مش موجود بعد بالصيدلية. دخلك قدي حقه لأعمل حساب جيب معي مصاري؟ ايه ليك هو بده حبتين تبع 12 300 ألف، حبتين وهيديك 100 يعني شي 400. عم بحكيك من قبل الدكتور، قال لي بدك تسلمني الدواء الايفرميكتين. اوكي. تقربوا للدكتور ولا شو؟ لا على المطور. دكتور ما حفي يشوفه قبله؟ لا لا. ايه هيدا 2 12. هو هيدا ايفرميكتين اسمه؟ طيب والناس عم يستفيدوا عليه؟ اكيد لو عم يستفيد مو عم ياخذ بالنهار عم بيجي شي 500 علبه. انتم من وين عم تجيبوه؟ من برا، من امريكا او شيء. هو عم يجيبه يعني في حدا من الغربيه عم يجيبه وعم يتعامل معه. بس بعد ما في منه بالصيدليه، انا دقيت على الصيدليه. ما في بالصيدليه لبنان كله ما في. هو حكيم صحه ورواية يعني مشغلته.
بدك تسألي الحكيم قبل ما تاخديها، لأنه على الوزن بتاخدي نص حبة، تاخدي حبة حبة ونص. هو عيادته مش هون؟ بيته هون، هو عيادته بدبي. هلا بالنسبة للسعر قال لي 400,000. 400,000 بس مش غالي؟ لا، لأنه كان عم يبيع العلبة ب $250 قبل ما يجيب هيدي البضاعة. كم حبة بقلبها ال $250؟ 20-30-40. بس هيدا أقوى من هذيك وأحسن من هذيك وأرخص من هذيك. ما عندي صلاحية، أنا بسلم وبستلم يعني. ما فيك تزبط لي السعر؟ والله مش طيب. على ايدي. حأشتري هلا حبة لأنه بتجربهم ثلاثة. مشي حالة عليهم، برجع بخذ لك تنم بجي لهم بخذ منك. ديل؟ أعطيني حبة 12 ملي. ما عندي مشكلة. تمام. كلها هدو هيدي قدي حقها 150,000 صح؟ 12 ملي. طيب. هيدي 100,000. وهيدي 50. هيك بيكون دفعت لك 150,000 حق هيدي الحبة. أوكي. ومدتهم كيف بعرف انه صلاحيتها منيحة؟ لا منيحة، في بعد 7 أشهر معها. بس مش كان لازم انه تفرجيني الصلاحية لأطمن؟ لا، لأنه هيدا بيجي الظرف فيه شي 10 حبوب بدك تقص يعني. إذا بدك تاخذ الظرف كله بعطيك ظرف. قد ايه عم تبيعه كل الظرف؟ لا 6 مليون، هداك 1.5 مليون. إذا تنام بدي آخذ بعد ما بيزبط للسعر؟ لا بيزبط لك سعر، بيسعرك قلي له انه هيك بيسعر ما بيقولش. هو ليه بالمستشفيات ما عم يستعملوه؟ أخي ما بيجيبوه. هيدا ممنوع، ممنوع من هون. بيجي تهريب، إذا هيدا الموضوع اللي شفناه. بتقول أول شيء لك 150,000 معه للحكيم. إيه. شوفي كيف بدك تسترديها. عرفنا كمان اليوم إنه في شركة بلبنان رح تجيب هذا الدواء قريبا ب 8000 ليرة العلبة رح تسعرها، يعني تقريبا بالسعر اللي هو موجود فيه برا اعتبارا من آخر الشهر. ولكن السؤال، رجع اتصل فيك الحكيم بعد ال بعد بيوم من ما استلمت الدواء، حكاني على الواتساب بس ما عشت وصلت معه انا، ما عشت وصلت انا والدكتور. بعد ما نزل البروموسيون على الهواء حكيكي؟ لا ما تواصل معي ابدا. طيب. بس اللي عرفت انه يمكن تواصل. تواصل معي انا؟ معك. تواصل مش هو؟ يعني مش هو. عبر لا انا ابدا ما ما تواصل معي. ما تواصل. بعد ما تواصل معي. طيب، بس لاحظنا كمان انه الناطور يعني صار طبيب، يعني هو عم بيسأل عن الوزن وعم بيسأل انه كيف لازم يتاخد الدواء.